طيب كريم، قلة الصفقات، احنا النهارده بنرد على حاجة حاجة كده واحدة واحدة. نعم، قلة الصفقات هو أمر سلبي. طبعا دي مقولة يعني انتشرت، وأكيد كامل الاحترام، كامل الاحترام لكل من صرح بهذا الأمر من وجهة نظره، وجهة نظر، طبعا كل هي في الآخر وجهة نظر، وكل لكن اللي أحمد قاله مش وجهة نظر، اللي أحمد قاله دي أرقام. أرقام طبعا، وأكيد طبعا هي موضوع طبعا متعلق بموضوع الرعاية والبث، لأن الناس يعني بكل أمانة الناس متضايقة من الفجوة في المبالغ، وده أمر يطول شرحه بصراحة وما عندناش وقت تعبنا. لا احنا شرحناه يعني بمنتهى البساطة، إن في حاجة اسمها جرار، ودايما عربية الجرار بيبقى دايما هي أغلى حاجة في الجرار، بس كده. فموضوع الصفقات ده موضوع مهم، وأنا حابب النهاردة نتكلم فيه، إن هو النهاردة الموعد المثالي للرد عليه. ليه بقى؟ اتفضل. لأن خلال الفترة اللي فاتت شهدت دور التمهيدي لدوري الأبطال، فده كان تارجت عند النادي الأهلي، إن هو عايز يوصل لدور المجموعات، وبالحمد لله ضن نعمل كده تشيك بالعلامه الخضراء، التارجت تم تنفيذ ده، فولفيلد خلاص. طيب النقطه الثانيه، ان انت عندك مباراه السوبر امام الغريم التقليدي نادي الزمالك، مباراه مهمه جدا جدا جدا، وبتاتي بعد خساره نهائي الكاس وخساره 2 دوري، ده برضو النادي الاهلي حقق التارجت بشكل كويس وكسب البطوله، فنعمل برضو تشيك علامه صح. صحيح. التارجت الثالث، انك عندك 3 مباريات في الدوري قبل التوقف، فطبعا بنتكلم ان كل الاهداف دي قبل فتره التوقف اللي جايه، فتره التوقف طويله ممكن تمتد لما يقرب من شهر، هنتكلم ماتش الاهلي وطلائع الجيش القادم ان شاء الله يوم 2 ديسمبر، يعني ماتش بعد شهر كامل. يعني فبالتالي النادي الاهلي في ال3 مباريات حقق العلامه الكامله، وبالتالي هنا نبدا نرد على الحته اللي كانت بتتكلم على حته الصفقات قليله والصفقات مش تكفي، وما زلت انا مؤمن على المستوى الشخصي ان الاهلي محتاج بعض التدعيمات، لكن نقطه مهمه واحنا بنناقش، هل امر الصفقات ده امر يعني طارئ في وقته، ولا ممكن يتم تجاوزه لان الفريق فعلا يملك من الاعمده اللي تخليه يحقق كل الاهداف اللي احنا قلنا النادي يحققها؟ ندي مثال، احنا عندنا في الوقت الحالي النادي المصري ونادي اسوان، نادي المصري اسوان من اكثر الانديه في الدوري المصري اللي عملوا صفقات كبيره جدا وتتعدى حتى ال15 صفقه، يعني كل نادي عمل عدد كبير جدا جدا جدا. الناس اللي تفهم ان فرقه الكوره عشان تبدا تعمل انسجام ما بين لعيبه جديده، ده مش بلاي ستيشن، ده مش موضوع سهل على اي مدير فني، حتى يعني كابتن ربيع ياسين من المدربين الكويسين جدا جدا، طبعا في مشاكل حصلت في فريق اسوان وخلته يعني يعجل باستقالته. النادي الاهلي ومارسيل كولر كان له راي مهم جدا لما دخل، وكان في بعض الصفقات تم ابرامها، قال انا في الوقت الحالي اقدر اشتغل المجموعه الحاليه وناجل ليه يناير. حضرتك تفتكر ساعتها على كانت على صفقه مارسينيو، ومارسينيو كان واحد من التارجتس للنادي الاهلي، فحصل بعض الامور اللي ما خلتش الصفقه تتم. ساعتها الناس، في ناس، بعض الناس مش الكل، بعض الناس زعل. لا، هو النهارده شيء مهم نشوف اداء النادي الاهلي. اعتقد ماتش الاهلي والداخليه النهارده اي حد بيتفرج عليه سواء كان منتمي للنادي الاهلي او غير منتمي للنادي الاهلي، انت استمتعت بالماتش بكل امانه، ماتش ممتع، ماتش ممتع لاقصى درجه. في ظل غياب، نعم، في ظل غياب، في ظل غياب 6 اعمده النادي الاهلي مثلا، في 6 لعيبه مثلا اساسيين، نقطه بالنسبه لي اساسيه. بنتكلم على فريق ممتع لاقصى درجه، بيلعب بسيستم متفق عليه، جمل بتتكرر في المباراه تلو الاخرى بنفس الطريقه بنفس الشكل ايا كان من هو المنافس، وكمان احلى حاجه بقى بنتكلم في مباراه كانت بتمثل للنادي الاهلي في اخر سنتين ازمه، المباراه اللي زي نوعيه نادي الداخليه، فريق بينزل 5-4-1 زون ديفنس، كنا نجيب جون ونستنى الشوط الثاني وبعد كده نعمل تغيير بتاع 85 من المباراه، يخش جون التعادل ونبدا والدوري يروح، تجري والدوري يروح. صحيح. فالنهارده كلنا استمتعنا مع شويه اخطاء تحكيميه. بالظبط كده، تخلص على الموضوع، شويه اصابات، شويه ملح وفلفل. ببساطه ببساطه بكل هدوء، احنا بنقول ان النادي الاهلي النهارده واضح ان التوليفه المحطوطه ما بين بعض اللاعبين الجداد بالظبط، وكمان المجموعه اللي تم، احلى قرار خدته اداره النادي الاهلي بكل امانه هو اراحه الصف الاول من النادي الاهلي. بقول لك ايه، مفيش شكرا يا كابتن اسلام. طبعا طبعا، شكرا اسلام، شكرا جزيلا. على ايه؟ على اي حاجه.
مش عارف ما بيعرفش. كان على طول بيتكلم في موضوع رمضان كام وكيف. لا ايوه محدش في مصر كان بيتكلم في الموضوع ده. كانت الناس متخيله ان احنا بنقول كده يعني تطبيلا. صح انت مش هتجيبوا صفقات يعني فانت بتقول كده. لكن هي حتى موضوع الصفقات الناس اعتبرت مش اسلامي. بعض الناس اعتبروا ان حتى واحنا بنقول اوكي الصفقات جت قليله وكده انتوا يا جماعه بتطبلوا الاداره صوتوا خطوات النادي. احنا في اخر اهم حاجه فعلا نتكلم بالنتائج. صحيح. لان وجهات النظر متعدده ومن حق اي حد يقول وجهه نظره. لكن وقت ما تشوف النتيجه بعينك اللي يغلط يقول معلش انا اسف وجهه نظري كانت غلط. صحيح. النهارده وجهه النظر فيما قيل فيما يخص موضوع الصفقات ثبت بالدليل انها وجهات نظر خاطئه. الفريق النهارده ماشي بشكل كويس جدا. التناغم والانسجام ما بين العناصر الجديده اللي بتخش الفريق مع العناصر القديمه اللي كمان بيتم توظيفها توظيف جديد. النهارده بنشوف كريم فؤاد بيتم توظيفه توظيف جديد. الناس لسه ما خدتش بالها ان خلي بالك نعم محمد هاني مساك النهارده بيتم توظيفه في كمساك. وحاجه ثانيه احنا النهارده واحنا بنحاسب على محمد هاني هنحاسب من اول يعني من ايه من ورقه بيضاء. صحيح. ملناش دعوه بالقديم لانه لو لعب في هذا المكان وحقه وحقه هو كمان لان هو النهارده مع مدير فني جديد. صحيح. زي كريم فؤاد افتكر السنه اللي فاتت كريم فؤاد برده كان بيتعرض لبعض النقد في بعض المباريات اللي شارك فيها. مظبوط. السنه دي الناس كلها انا قبل ما اخش الهواء كابتن اسلام بعض وسائل الاعلام في مصر قالت ان حاليا كريم فؤاد هو افضل لاعب في الدوري الممتاز في اول اربع اسابيع. اهو كريم فؤاد افضل لاعب في الدوري كله. ماشي. تمام؟ طيب النهارده محتاجين ان كل اللعيبه تاخد مساحتها وتاخد حريتها في انها تبرز طيب مهاراتها للمدير الفني. ويبقى فيه هدوء. عشان بس قبل ما اسيبك اروح لايمن اتفضل. هي برضو لو حد هيقولك يقولك يا انت عملتوا حاجه وايه اللي انت بتقوله ده وكل ده عشان كسبت السوبر وعشان كسبت الداخليه واسوان والاسماعيلي سريعا. لا فضل. انا بتكلم على فتره حقبه النادي الاهلي نافس فيها في ثلاث بطولات مختلفه. اوكي. نافس في الدور التمهيدي ما معناته يعني دور 32 لدوري ابطال افريقيا دي بطوله قاريه. نافس في بطوله من مباراه واحده يعني هي مباراه واحده وان شوت انت ومستواك ماتش ما فيهوش ذهاب واياب ومباريات دوري ممتاز يتم فيها تجميع النقاط. اوكي. دول الثلاث يعني اوجه للمنافسات اللي احنا بنلعبهم في الموسم توقف. كله. فاحنا عملناها فتره بسيطه دليل بسيط يعني فنسبه النجاح حتى مش 90% لا نسبه النجاح وصلت ل 100% فلازم نشيد زي بالظبط ما احناش يا كابتن اسلام سهلين في النقد وسهلين في الدبح وسهلين في ان احنا نقول كلام سلبي ولما نيجي نقول كلام ايجابي بناء على نتائج وارقام نقول لا معلش انتوا بتضخموا الدنيا. لا احنا دلوقتي بنتكلم على حقبه انتهت. النادي الاهلي هيستمر في الاعداد ويكمل المعسكر بتاعه اللي هو بدأه ونبدا نتحاسب تاني مره من امتى بقى؟ من يوم 2 ديسمبر بدايه من ماتش الجيش ونكمل بقى فتره ضغط ان شاء الله من 2 ديسمبر لغايه نهايه الموسم اللي باذن واحد احد باذن واحد احد. احس ان النادي الاهلي السنه دي ونبقى نفكر بعض كده اخر الموسم هيبقى خير اعداد ونتائج جيده لبدايه انطلاقه النادي الاهلي مع دوري السوبر الافريقي. تمام.